باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الآيات دي يا جماعة تتناول مسألة الخوف والخشية، والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون من العلماء، إنما يخشى الله من عبادي، والخوف يكون من العلماء ومن غير العلماء من المؤمنين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، والخوف عبادة من العبادات. هناك خوف عبادة وخوف طبيعي. الخوف على أقسام، بعض أهل العلم ذكر ثلاثة أقسام كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وبعضهم ذكر أربعة أقسام للخوف. النوع الأول خوف العبادة، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى ومن وعيده، أن تخاف من عقابه ومن سخطه ومن غضبه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآيات التي جاءت في ذكر الخوف. وفي مدح الخائفين من الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، إلى آخر النصوص والآيات والأحاديث. تخاف من الله سبحانه وتعالى، الخوف ده من أجل العبادات. تخاف من عذابه وترجو رحمته وتحبه، دي أسس العبادة، المحبة والخوف والرجاء. النوع الثاني خوف السر، سموه خوف السر، كأن تخاف من ميت أن يضرك. الميت ده ما بينفع ولا بضر، لميت تخاف منه ده خوف السر، وده خوف كفري، ده شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا. النوع الثالث خوف محرم، ما كفر لكن خوف محرم، كأن تخاف من فلان أن يقطع عليك الطريق أو أن يقطع عليك بعض مصالحك فتترك الطاعة من أجله. يعني الطاعة غير، يعني مثلا أنت ماشي على المسجد وخايف يلاقيك فلان من الناس، وفلان ده لو لاقاك أنت في مصالح بتتعطل تعد، أو داير منك قروش خايف يلاقيك أو كذا أو كذا، بسببه تترك بعض الطاعة ولا تتركها بالكلية ولا تتركها اعتقادا. فدي شنو؟ ده من الخوف المحرم. النوع الرابع الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي قال أهل العلم كالخوف من السبع، خايف من أسد، خايف من حرامي جشا إلا حديدة ماشي عليك، خايف من كذا، دي شنو؟ خايف من كلب تخاف منه، فده شنو؟ ده خوف شنو؟ طبيعي، وده ما فيه إشكال، والأنواع دي بتلقاها في القرآن وفي السنة. فخرج منها خائفا يترقب، ده ما خوف السر ولا خوف العبادة، وإنما هو خوف شنو؟ طبيعي طبيعي. طيب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف الناس
من أوليائه. ده التفسير الصحيح، التفسير بتاع إنه يخوف أولياءه، يعني بخوف الناس اللي بتولوه، ده وجه من الأوجه، لكن ما صحيح، مرجوح. والدليل على إنه مرجوح بقية الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أولياء الشيطان زي السحرة، خوفك من السحرة، من الدجالين، من غيره. أنت بعد تتحصن ما تخاف منهم، وما تخاف من الأصنام، ولا تخاف من كذا ولا كذا ولا كذا، بل قبل ما تتحصن خلي عقيدتك في الله تمام. فأنت تستعين بالله وتتوكل على الله، ولا تخاف من هؤلاء. وإن كانت هذه الآية جاءت في ذكر القتال، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والصفحة البعادة فانقلبوا بنعمة من الله إلى آخره. والآية البعادة: إنما ذلكم الشيطان شنو يخوف أولياءه. ديل أولياء الشيطان، وهم أعداء الله تعالى، من المشركين وممن سار على ناجهم ومن المشعوذين والدجالين إلى آخره. فلا تخافوهم، ده بوريك الوجه الصحيح للتفسير، يعني أن الشيطان يخوف الناس من أوليائه. خليك تخاف من الدجال، ترجف لك الزول، لا والله بيرمي بالعصاية، أقرأ آية الكرسي، شوف عصاته دي تشتغل، شوفها تشتغل ما بتشتغل ده، ولك الزول ده بكجرك، والزول ده بينفخك، والزول ده بيتبين فيك، والزول ده بيعمل ليك، والزول ده بسوي ليك كلام من أبطل الباطل. يا أخي ديل ما عندهم أي شيء، يا ناس البشر ديل ما عندهم أي شيء، ناس ضعفة بياكلوا وبيشربوا وبيمشوا الحمام، ده خاف منه، وبيمرض وبموت، ومات هو ذاته، مات عليك الله. لو دفنوا أسد زي دفننا في السودان، أسد خدته تحت وخدته فوق له طوب وكفنوه وفوق له تراب، وقفوني جنب القبر أنا بخاف منه؟ أسد عديل، خلي زول زيك وضعيف، وأغلب الشيوخ ديل عجايز ماتوا، ما عنده نيش، ما عنده نيش، زول عمره 80 سنة، ومرات تلقاه أعور، ما عليه كلام، ما أنا بس تلقاه أعور وذاته عينه مقجومة، تخاف منه؟ ترجف منه؟ لا، يقول لك يا زول ده تكلم فيه. أنا زمان كنت شافع واحد خنقته رميته في الواطن، أنا طالع فوق لي قال لي الليلة بالليل شوف البيجيك بس، لا الصباح أفتح في النور، ما في شيء، ما في شيء، سار بي ساي ما في شيء. ثاني عرفت الكلام ده باطل وكذا، يخوفوك ويرجفوك زي ما بخوفوا النساوين، كان ما كذي ولدك ده ما بيجي وكذا. والله الذي لا إله غيره، السنة اللي فاتت واحدة مرأة ودوها مستشفى في مدني، المرأة دي حبلة، الطفل جوا في بطنه عمره 6 شهور، برغليها واحد برغليها، قام الشيطان استحضر بيجي يتكلم، قال لهم كان ما وقفت الرغية بقتل الجنين ده، شيطان ذاته طوالي وقفوها. قال لي بعد فترة قال لهم بيقروا قال لهم ما سقطت الجنين والله الذي لا إله غيره، قال لهم ما سقط، أنا اتصلوا بي قال لهم ما سقطت الجنين أنا بقتل المرة دي، شو المضرة دي، بعد وقفوا القراءة تاني يقروا، قال لهم ما سقطت الجنين أنا بقتل المرة دي، قال لي سقطوا طوالي روح، يعني كتلوها خوف من شنو، من الشيطان ده، أقرأ له وحرقه يتحرق جوه، تتخليه وأدعو الله سبحانه وتعالى ويتيد في الطاعة، خلي المرة تتحصن وتقرأ آية الكرسي وتقرأ البقرة، تاني اللي يقتل سيو جوا خليك يقتل لزول. كلها يا جماعة قائد يا أخي، أوهم السودانيين ديل ناس رجال، كانوا رجال يهزوا ويرزوا، واحد يدو تلقى اللوري بيد واحد، خلوهم يرجفوا كلهم، غرية كاملة ترجف لها من علم دلقون دلقان، ترجف منه يقول لك ده بيان فكي فلان، وبيتبين هنا ما يتبين في أمريكا ولا غوانتنام ولا في محل، بس يتبين هنا للمساكين. كلها يا جماعة مسلمين ويخوف فيهم، بننفخكم بنفجركم، ويقول لنا نحن داعش ونعمل لكم ونسوي كلها هوس يا اخي، بلد بنزين صفوف ما سوى اي شيء، الشيوخ ديل قاعدين لنا بس كده هنا دي، عيش وصفوف ما سوى اي شيء، ما يجيبوا عيش، واحد يقول لك طلع مويه من تحت القبر وما زورة تحت انكسرت،
بلد دي ناقصة موية عن لك أم نهر بتلاقى في المقرن هنا دارين موية طلع علينا عصير من جوا عشان نقتنع طلع علينا بيبسي ولا عصير ولا أورنجة ولا حاجة ظريفة طلع في الموية تتعصرت ولا جنوب تطلع موية في دا عاصي تطلع لك موية بلد دي ناقصة موية كلها يا ما هوس والله الذي لا إله غيره شيوخ دل ما عندهم شيء دي عقيدة خدتها ما عندهم أي شيء ضعف مساكين ما يا أيها الناس شفت الناس دي بيدخلوا فيها الأنبياء والرسل والرجال والضعاف والقويين والنساء كلهم بيدخلوا فيه يا أيها الناس ما قال يا أيها الذين آمنوا ولا قال يا أيها الأولياء ولا قال يا أيها الذين كفروا ولا قال يا أهل الكتاب يا أيها الناس كلهم شيوخ جدوا الآية دي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فخافوني أنا كقوله وإياي فارهبون وفي الآية الثانية إنما يعمر مساجد الله مدح هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله تعالى ديل البيج الجامع وديل النجاض الله بيرضى عليهم وديل بيعمروا المساجد لأن تعمير المساجد على قسمين تعمير حسي بنيان وإلى آخره وتعمير معنوي وهو المهم بتعمير يا بالطاعة بالعبادة بالصلاة بالدروس بالعلم إلى آخره إنما يعمر مساجد الله إنما أداة حصر هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله لا غيرهم إنما يعمر مساجد الله يأتون من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله موحد فعسى عسى في القرآن واجبة يعني لا بد أن يحدث يعني ده يعني واجبة يعني ما عسى للاحتمال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فهؤلاء هم المهتدون بحق وهم عمار المساجد بحق علاقة الآية بالباب قوله تعالى في مدحهم ولم يخش إلا الله هذا المؤمن وقوله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وحد خلاص خش في الدين وحد فإذا أوذي في الله ابتلي جعل فتنة الناس شنو كعذاب الله بيت تستقيم أبوه يقول لها ما في زواج من زول مستقيم إلا زول بتاع تل 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 تقوم تخلي الاستقامة عشان الزواج واحد أبوه يقول لي ما بترف الكلام ده يا جماعة كله حاصل ناس بعرفهم بأسمائهم واحد يقول لي أبوه يقول لي والله بعدين ولدي أنا بوصي ما بترف ذاته مش انت مع الجماعة دي جماعة بتاع شنو ما تبقى مع أي جماعة أبقى الكتاب وسنة وشق الدرب وما كان عليه الصحابة ما تبقى مع أي جماعة يقول لي ما بترف يقوم طوالي شنو معقولة يا أخي قال جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقدم فتنة الناس على عذاب الله أو يجعل فتنة الناس كعذاب الله يفر من فتنة الناس وإن وقع في عذاب الله سبحانه وتعالى قال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم كان كمان في نصر مع الإيمان يقوم يقول شنو أنا ما معاكم يا جماعة كنت معاكم قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فيعلم ما في صدور العالمين إن كانوا صادقين أو كاذبين مؤمنين أو غير مؤمنين قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من أضعف اليقين الحديث ده حكم عليه بعضهم بالضعف وبعضهم قال موضوع من الذين حكم عليه بأنه موضوع مكذوب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1482 طيب قال أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم
على ما لم يؤتك الله، قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ومعناه وإن كان معنى الكلام ده شنو له من الصحة، يعني ما يشهد بذلك كثير من النصوص، الرزق بيد الله، وكانت الرزق ذاته فريت منه بيجيك، زي ما في السلسلة الصحيحة، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، كما في السلسلة الصحيحة. وما تشكر الناس بشيء أنعم عليك الله به سبحانه وتعالى. أداك جنة ما تقول أداني لي فكي فلان، ما عنده فكي دي جنة. أفرأيتم الماء، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وأم نحن الخالقون. وعن عائشة ديه الثابت الصحيح، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح، وهو أيضا عند الترمذي في وصية عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه. من التمس رضا الله بسخط الناس، داري رضي الله حتى لو الناس ينو بيسخطوا عليه، بس هو أمه الله يرضى عليه عنه. قال رضي الله عنه وأرضى عليه شنو الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، دار رضي الناس، زي كثير من الناس أشياء عارفينها بدع لكن بيرضوا الناس. واحد تلقى حافظ القرآن من الفاتحة للناس ويقدمه يصلي، بعد الصلاة يشيله معاهم، بدع. ليه؟ يقول لك الناس بيزعلوا وأغلبية الناس ما بيرضوا وكذا وكذا. أنت ما ترضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، وإنما ترضي الله سبحانه وتعالى وإن سخط عنك الناس، والقلوب بيد الله جل وعلا. ما ترضي الناس بسخط الله. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. زمن جاء تم. بس نختم بالمسائل دي، كنا دائما نذكر ثلاثة أبواب لكن هذان بابان. مسائل ثمانية مختصرة: الأولى تفسير آية آل عمران إنما ذلكم الشيطان إلى آخر، الثانية تفسير آية براء، الثالثة إنما يعمر مساجد الله، الثالثة تفسير آية العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي إلى آخر يقول آمنا، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الإيمان يزيد ويضعف وينقص بالطاعة وبالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه الرابعة. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث دي في الأثر الضعيف. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله من خاف الله تعالى. الثامنة ذكر عقاب من تركه، من ترك الخوف من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.